مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الصف الثاني المتوسط. وصلنا إلى يونت 7 إلى الوحدة السابعة لسن 1، الدرس الأول World Problems بمعنى مشاكل العالم. تعالوا ننتقل إلى مجموعة من الكلمات اللي راح تفيدنا بهذا الدرس، وانتقل بعدها إلى حل تمارين. عندنا مجموعة من الكلمات Headline بمعنى العنوان الرئيسي، و wildlife الحيوانات البرية، water مياه، swallowing بمعنى ابتلاع، leopard هو الفهد، و letter drowns هي القمامة، air الهواء، و waste المخلفات، و sharp decline انخفاض حاد، pollute هو التلوث، و supply يزود أو تزويد، factory المصنع، و danger خطر، dead ميت، و pollution هو التلوث، و UK هي United Kingdom، scientist هو العالم، و litter هي القمامة. زين، بالبداية رح ناخذ شرح موضوع قبل ما نروح على حل التمارين. headlines هي العناوين، انتبهوا لي عليها. العناوين شنو معناتها؟ بشكل المعتاد احنا نشوف اكو عناوين بالصحف أو تكون مكتوبة بالتلفزيون، مثلا نتفرج أخبار وتطلع عناوين، هاي اسمها headlines. زين، نقول newspaper headlines are usually not complete sentences. عناوين الصحف عادة لا تكون جمل كاملة. Which words are missing؟ شنو الكلمات المفقودة بيها؟ بعد شوفوا، ما بيها articles، يعني ما بيها والآن والذه. أوكي؟ الآ والآن والذه هي articles، يعني أدوات التنكير والتعريف، ما بيها، يعني ما بيها لا أداة آ ولا آن ولا ذه. زين، ما بيها لا آم ولا إز أو آر، أفعال مساعدة ماكو. الهيدلاينز ما يستخدمون full stop. أوكي، full stop يعني نقطة. زين، تعالوا خلينا ناخذ مثال. هذا التمرين موجود عندكم صفحة 102 من كتاب النشاط. انتبهوا لي. The moving desert is swallowing up Iraq. الصحراء، مو الصحراء المتحركة، مقصود بها ظاهرة التصحر، تبتلع العراق. انتبهوا، أني هاي الجملة اعتيادية، بيها أداة تنكير the وبيها فعل مساعد وبيها نقطة، فجملة اعتيادية. زين، أنا إذا أريد أسويها headlines عناوين، شلون أسويها؟ أحذف الذا، أدوات التنكير أحذفها، تصير moving desert، أحذف الإز swallowing، وأحذف الأب. أوكي، أحذفها ما أحتاجها، وإراك ها هي، ما أخلي بعد نقطة نهائيا. انتبهوا، هذا الفعل اللي يجي وراء حرف جر هاي اسمها أفعال مركبة. أنا شو أسوي؟ هذا حرف الجر راح أمسحه، أنزل الفعل بدون الحرف الجر. أوكي؟ زين، هسا نجي على ثانيا. A green team are cleaning up Iraqi streets. فريق الأخضر ينظف شوارع العراق. راح أحذف الـ A باعتبارها أداة تنكير، أحذف الـ R وأحذف الـ أب. أوكي، تصير green team cleaning Iraq's streets بهذا الشكل. خلينا نأخذ مثال آخر. The number of wild leopards is in sharp decline. راح نجي، راح أمسح هذا الجزء كله. The number of كله راح أمسحه. اوكي، انزل wild leopards، راح احذف الاز واكمل الجمله بشكل اعتيادي، بس ما راح اكمل نقطه. هنا أنا مكتوب انه العديد من فهود البريه sharp decline، بناتها في انخفاض حاد، يعني راح تنقرض، عددها ديقل. زين، water pollution is a huge danger to the local population and wildlife. راح نجي، راح نحذف الـ is. اوكي،
water pollution a huge danger. هنا أنا ما حذفت أداة التنكير، أوكي، لأن إجا قبلها فعل مساعد. أكمل الجملة وبدون ما أسوي نقطة، أوكي، فقط حذفت الإز. إذا كان هذا هو حل التمرين الموجود عندكم صفحة 102 التمرين أولا. تعالوا ننتقل إلى، انتقلنا إلى 103. Read the newspaper report and tick، ناصح، right، the best headline. راح نقرأ ونترجم وبعدها نختار أفضل headline. احنا شرحنا شو معنات headline، وبعدها أكو أسئلة راح نجاوب على هاي الأسئلة. انتقلنا إلى القطعة بهذا الشكل حتى تكون الكلمات واضحة لكم. For the past three months، من ثلاثة أشهر ماضية، hundreds of people have worked in their spare time، مئات الناس عملوا بوقت فراغهم، cleaning up، ينظفون، litter، النفايات. Everything was carefully planned، كل شيء مخطط بشكل حذر. So people knew what they had to do، ذلك الناس يعرفون ماذا يفعلون. The planning was great، الخطة كانت عظيمة. Said، قال university student أحمد أيوب، قال أحمد أيوب اللي هو طالب بالجامعة. It meant، هذا يعني there weren't too many people in one place، لم يكن هناك الكثير من الناس في مكان واحد. And too few people in another، وناس قليلين في مكان آخر. We went to different streets in the town، ذهبنا إلى شوارع متعددة في المدينة. In groups، بجروبات، مجامع. And we also cleaned up a park، وأيضا نظفنا a park متنزه. I found it hard to believe how much litter we found there، أجده من الصعب أن أصدق how much، كم نفايات وجدنا هناك. Schools also took part in the clean up، أيضا took part بمعنى شاركة، المدارس شاركت، schools شاركت بالتنظيف. School girl، مدرسة البنات. جميلة said، قالت جميلة. We were sent to picnic places، أرسلنا إلى أماكن نزهة، outside the city، خارج المدينة. They are lovely places، أماكن جميلة. Of course، بالطبع، children can play and run about safety، الأطفال يستطيعون الركض واللعب. Safety يعني بأمان. While the adults sit and talk، بينما البالغين يجلسون يتحدثون. But they are not lovely، لم يكن جميلا. When they are covered with all cans، كان covered يعني مغطات بعلب قديمة، bottles يعني البطالة، okay، شيش، plastic bags يعني الأكياس البلاستيكية، and food والطعام. And they are not safe، لم يكن هناك safe يعني أمان. There are very dangerous، why don't people think of others، إنه جدا خطر، لماذا الناس لا يفكرون بالآخرين. And take their rubbish home، يأخذون الرابش يعني النفايات، home من البيت. It makes me very angry، هذا الشيء يجعلني angry بمعنى عصبي. سعيد عبد الله has four children، سعيد عبد الله عنده أربعة أطفال. The whole family took part، كل العائلة شاركت. He said، هو قال. Even little Mona، حتى منى صغيرة، she's only four، هي فقط أربعة. But she was picking up، كانت تلتقط litter just like the rest of us، مثل بقيتنا تلتقط النفايات. I think education is important، أنا أعتقد أنه التعليم مهم. We should teach our children، علينا أن
teach نعلم أولادنا from an early age بعمر مبكر to keep our country clean حتى نبقي أو نحافظ على ال country مالتنا البلد مالتنا نظيف. إذا هاي هي القطعة، شوفون هنا أنا مو واضحة كلش. أوكي هي هاي نفسها، تعالوا ننتقل إلى الأسئلة. Now read the report again and answer the questions. إذا من عندي أقرأ وأترجم، أنا قرأت وترجمت راح فقط أجاوب. When did people help to clean up litter؟ متى الناس ساعدوا بتنظيف؟ In their spare time، وقت فراغهم. In which two places did university students work؟ أي الأماكن طلاب الجامعة عملوا؟ They went to، هم ذهبوا، to different streets، إلى شوارع مختلفة in the town، في البلدة، in groups، بمجموعات. And we also cleaned، وأيضا هم نظفوا، نقدر نقول they also. Okay. They also cleaned up a park، أيضا نظفوا البارك. إذا راحوا للشوارع والباركات. Where did school children work؟ وين راحوا عملوا أطفال المدرسة؟ Picnic places outside the city، راحوا إلى أماكن النزه خارج السيتي المدينة. How did جميلة describe these places؟ شلون وصفت جميلة هاي الأماكن؟ Lovely places، أماكن جميلة. What makes them dangerous؟ شنو اللي يخلي هاي الأماكن خطرة؟ When they are covered with old cans، لأنه كانت هي مغطاة بعلب، قلنا bottles هي البطالة، وplastic bags هي الأكياس البلاستيكية، and food طعام. Think of one reason why litter can be dangerous to children. فكر بشي ليش النفايات خطرة للأطفال. It may make them sick، تجعلهم مرضى. Old cans may cut them as well، أيضا العلب ممكن إنه تجرحهم أيضا. زين، who might be the youngest worker، أكثر عامل كان الأصغر سنا، the youngest يعني أصغر شيء، هو little Muna، منى الصغيرة اللي كان عمرها 4 سنوات. What's your opinion of what سعيد عبد الله said؟ ما هو رأيك بكلام سعيد عبد الله؟ He's right، هو على حق. I agree with him، أنا أوافقه. انتقلنا إلى lesson 2، how can we help، كيف بإمكاننا أن نساعد. 104 عندنا شرح موضوع مهم هو should و must. تعالوا ننتقل إلى should و must وبعدين نحل التمارين. انتقلنا إلى lesson 2 للدرس الثاني، عندنا أفعال اسمها must و should، نستخدمها وين؟ بالadvice. advice بمعنى نصيحة. بالبداية حناخذ الشكل الaffirmative وبعدين الشكل النفي وشكل لكوشن. affirmative بمعنى مثبت. زين، فاعل زائد should زائد مصدر. مصدر يعني فعل مجرد خالي من أي إضافة، لا بس ولا بing ولا بed. you should وراها أجل فعل work، باعوا مصدر خالي من أي إضافة. زين، في حالة النيجاتيف صير مثلا، خلينا نأخذ مثال، you shouldn't work harder، ليس عليك أن تعمل بجهد أكثر. زين، إذا أردت نسوي question فقط نقدم الشد على الفاعل، الصير should I work harder، هل علي أن أعمل بمجهود أكثر؟ يعني should فاعل زاد فعل مجرد. هاي القواعد عن should. should هنا جاي بمعنى بالمصطلح العام نقول لازم، لازم نسوي فلان موضوع. زين، نستخدمها للنصائح مثل ما مكتوب عندنا، you should write that down before you forget what she said، عليك أن تكتب ذلك قبل أن تنسى ماذا قالت. you shouldn't eat that، ليس عليك أن تأكل ذلك. it's not good for you، ليس جيدا بالنسبة لك.
What should I do to get better marks on my exam؟ ماذا علي أن أفعل حتى أحصل على درجة أفضل؟ انتبهوا، أنا طبقت القاعدة، فاعل should زائد فعل مجرد، فاعل shouldn't زائد فعل مجرد، وهنا أنا في علامة الاستفهام، أداة استفهام وشد، وبعدين فاعل، وبعدين تكملة الجملة. زين، خلونا ننتقل إلى must. must للتعبير عن الزام أو وجوب أو التأكيد على ضرورة القيام بشيء ما. أيضا يشرح القوانين واللوائح. عندنا شكلين، must و mustn't، أيضا مرة بحالة المثبت وفي حالة النفي. أوكي، ليس مسموح لك. تعالوا خلينا نأخذ مثال، فاعل must زاد فعل مجرد، نفس الشيء، وهنا هم فاعل و mustn't زاد فعل مجرد، وذا بالاستفهام must وفاعل زاد فعل مجرد. تابعوا هاي القاعدة، كتبتها لكم. You must work harder، عليك أو يجب عليك، وهنا بها صرامة، يعني مو مثل should، أوكي، مو مثل should، وإنما أقوى من should. يعني إذا أنت ما اشتغلت رح على حالك رح ترسب. You mustn't work harder، يجب عليك أن لا تعمل بجد أكثر. Must I work harder، هل علي أو هل يجب علي أن أعمل ب harder بشكل أفضل. زين، we use must to talk about rules and obligations، نستخدمها للتحدث عن القوانين والإلزام. يعني مثلا أنا أعطيكم فد قانون معين تمشون عليه، الدولة تعطي فد قانون معين تمشون عليه. يعني خلينا نأخذ مثال، we can use must in a question، أيضا نستخدم must in a question. It is more common to use have to. مثلا تعالوا خلينا نأخذ مثال، we must change our habit to reduce the effect of climate change. We must، علينا، change our habits، العادات مالتنا، to reduce the effect، حتى نقلل تأثير climate change، تأثيرات المناخ. إذا ما سوينا وما غيرنا بالعادات رح يصير أكو عواقب جسيمة. يعني خلينا نكتب هاي الملاحظة، أنا هنا أنا لما استخدمت must، هنا أنا واجب علي أقوم بهذا الفعل، إذا ما قمت بهذا الفعل أكو عواقب وخيمة على هذا الموضوع. You mustn't throw litter, always put it in the bin. ليس عليك أن ترمي النفايات، دائما ضعها في البن، المقصود به سلة المهملات. فأنا عندي قانون إنه أنا ما يصير أرمي النفايات، أوكي؟ وإذا رميت النفايات أكو فد جزاء معين، أكو فد عاقبة معين، مثلا راح أتغرم، راح أدخل السجن، راح يصير فد موضوع كبير. هذا الفرق بين must وبين should. الشد لا، يعني دا أنصح لكن ما بيها عاقبة، لكن هاي بيها عاقبة. زين، must you do your homework before you can play computer games؟ هل يجب عليك أنه تسوي الهومورك مالته قبل أنه تلعب؟ ليش؟ لأنه الهومورك هو شيء لازم تسويه أنت، أوكي؟ يعني مدرسي أمرك أنه تسوي الهومورك، أو والدتك تأمرك أنه تسوي الهومورك مالتك الواجب المنزلي. فهذا في صيغة السؤال. قبل لا ننتقل إلى حل التمرين الخاص بشد وماست، رح نأخذ هذا التمرين اللي عندكم إياه بالأعلى. رح أقرأ الكلمات، واللي مكتوب بالأحمر هو اللي يريده من عندكم، لأن هو شي يقول، يقول underline the strong syllable in these words، ضع خط، أنا حطيت لونته strong بالمقطع القوي بالجملة. something، شوفوا some هو المقطع القوي والthink هو المقطع الضعيف. advertise بمعنى يعلن، المقطع الA والD. everyone، انتبهوا هاي الـ E والـ V. playground، play هو المقطع الأقوى بمعنى ملعب، و something شيء ما.
advertise يعلن قلنا و everyone كل شخص و head mysteries المديرة. زين تعالوا ننتقل إلى 104. Number one, we هنا مفروض أكو فراغ. Do our homework. إحنا لازم نسوي واجبنا. فيصير أقول must ويصير أقول should. مثلا إذا عندي امتحان راح أقول we must do our homework. ليش؟ إن إذا ما أسوي راح أرسب. أوكي؟ ممكن المدرس ينقصني لأنه ما مسوي الواجب. ممكن أقول we should. اثنيناتهم صح. زين. We should eat 5 pieces of fruit or vegetables every day. علينا أن نأكل 5 قطع من الفاكهة والخضروات كل يومية. Should. الأشياء اللي لها علاقة بالصحة نستخدم وياها should. People should do what they say they are going to do. الناس عليهم أن يفعلوا ما يقولون. Should. طبعا نصيحة. You must wear a seat belt on a plane. عليك أن ترتدي أو يجب عليك أن ترتدي حزام الأمان بالطائرة. When it's taking off and landing. عندما تقلع وتهبط. ليش؟ من الواجب قانون. أوكي هذا قانون ما بمجال. لأنه إذا ما سويت السيت بيلت حزام الأمان راح تعاقب أو راح تجي المضيفة الطيران هي بنفسها تسد السيت بيلت. زين you must take a rest before you can drive a car. أيضا هذا قانون لازم أنت تكون ماخذ راحة قبل لا تقود السيارة. لأنه إذا تكون ما ماخذ هاي الراحة ما راح يسمح لك إنه تقود سيارة. يعني تكون مثلا نايم زين ومرتاح حتى تقود السيارة بدون ما تسوي حادث. إذن هذا هو حل التمرين. انتقلنا للتمرين الرابع. Imagine that there is going to be a bring and buy sale at your school. تخيل إنه راح يكون أكو. احنا قلنا bring and buy sale هو المكان اللي تجيب أشياءك وتبيعها بالمدرسة. What will you and your partner bring as a gift? Make conversation. لما عندي أسوي محادثة أوكي بيني وبين صديقي تعالوا حتى نحل التمرين. We are having a bring and buy sale at school. Bring and buy sale قلنا المكان اللي نجيب الغراض ونبيع به. What for يعني لماذا هذه الأشياء أو لمن. What for تسأل عن الأشياء اللي راح نبيعها. To collect money for poor people حتى نجمع الأشياء للناس الفقراء. That's good idea هاي فكرة جيدة. Can you bring something ممكن إنه تجلب شيء. Yes I'll bring some books. نعم راح أجيب بعض الكتب. Oh that's great هذا عظيم. اختاريت great حتى lovely wonderful ممكن يكون مناسب إلى الجملة. زين when do you want it شو كنت تريدها. Oh bring it to school please اجلبها إلى المدرسة رجاء. إذا هو كتاب واحد فراح نقول it وإذا كتب راح نقول them أو اجلبهم إلى المدرسة. Alright حسنا when متى. Tomorrow morning غدا صباحا. The sale is in the afternoon البيع راح يكون بالظهيرة. Fine I'll do that حسنا سوف أفعل ذلك. انتقلنا إلى صفحة 105. You went to a bring and buy sale. أنت راح تروح إلى المكان اللي يبيعون يشترون به الأشياء. Write a short letter to a friend telling him or her all about it. اكتب رسالة قصيرة إلى صديق تبلغه أو تبلغها عن ذلك. Don't forget to say. لا تنسى أن تقول what the sale was for. البيعة شنو راح تكون. How many people were there. كم عدد الناس. What you and your friend brought for the sale. شو راح تجلب إلى هذا السوق. What you bought. ماذا bought يعني تشتري. How much money the sale brought in. بمعنى مقدار المال اللي جلبه إليك البيع. زين. From Ali to Ahmed. من علي إلى أحمد. Hi Ahmed. أهلا أحمد. I want to bring and buy sale.
with my friends محمد. أني ذهبت إلى سوق البيع والشراء مع صديقي محمد. The sale was to collect money for poor people. هذا السوق هل تجمع المال إلى الناس الفقراء. There were a lot of people. هناك الكثير من الناس. I brought a camera. أنا جلبت كاميرا. My friend brought some books. وصديقي جلب بعض من الكتب. I bought nothing, but Muhammad bought a bicycle. أنا ما اشتريت شيء لكن محمد اشترى بايسيكل. The sale brought in, يعني حصل البيع إلى سمني بعض المال for the poor, إلى الناس الفقراء. Write soon, اكتب لي علي. بإمكانكم تكتبون أي شيء يجي على بالكم. اختاروا أسماء مثل ما تحبون. أهم شيء كأنه تجاوبون على هاي الأسئلة. يعني هذا السيل شنو شبيعون والمن فور المن حتى يجمعون collect money for poor people. عدد الناس اللي جايين أقول a lot of people كثير من الناس. شنو جلب إليك؟ لأن هي أصلا الغرض من البيع هو جمع المال في collect money. إذن هذا هو حال التمرين الموجود 105. إلى هنا ينتهي درس اليوم. شكرا لكم وانتظرونا في درس جديد.